ضربة ركنية من سالم جوهر الأمام خطأ جول هدف عياوي رابع. هذه محاولة سليمة لكاستيو في مكان جميل وقوية ورايحة جول. تلك الأيام تعود من جديد. هي التحديات القديمة التي عايشناها في الألفية الجديدة. شاء القدر أن يعود كلاسيكو الإمارات بكامل تفاصيله الأليمة والسعيدة. شاءت الأيام أن تكون مباراة ولكنها بقيمة بطولة أطرافها شموخ وسعادة أو إصرار وإرادة، سمهم كما شئت. الزعيم وأصحاب السعادة سيلتقون في مدينة العين ليثبت كل منهما اجتهاد. مباراة مكاسبها 3 نقاط، إلا أن فائزها سيكون قريبا من الذهب.